نملك قطار واحد، كان القطار يمر على يافا ثم يشتم نسائم الأردن ثم يمر على مصر ثم يرتاح في مصر قاهرة المعز، ثم يذهب مسافرا إلى سوريا وإلى الشام يشم عطر الياسمين هناك، ثم بعدها يذهب إلى العراق يأخذ من معين علمائها فيرتاح في بلاد الرافدين، فإذا ما ارتاح عاد إلى ليبيا، ثم بعد ذلك عادت به الطريق ليصلوا صلاة في المسجد الأقصى. كنا نملك قطارا واحدا، أما اليوم فرقتنا سايكس بيكو، أما اليوم فرقتنا سايكس بيكو وفرقتنا الحدود، فلا نعبر بلادنا إلا بتأشيرة، نقف على الحدود، نقف على الأطلال، لا نملك إلا الدموع والدعاء والأحلام، فلا في القدس صلينا ولا حدودا منعنا. أما أوروبا التي ما كانت أصلا، حروب كانت تشع في أوروبا، حروب كانت تحترق في أوروبا، حرب عالمية أولى، حرب عالمية ثانية، نهضوا منها ثم اجتمعوا ثم اتحدوا. أما نحن إن أمتكم إلا أمة واحدة، الطوائف والملل والأحزاب والمؤسسات والعنصرية والتفريق، كل ما فينا مفرق. يجلس الواحد حتى في بيت الله يصطف صاحبه بجانبه لا يكلمه، جاره بجواره لا يعرفه، تفرقنا وفرقت قلوبنا وفرق جمعنا.